أعزائي المشاهدين، نتحدث في هذه الحلقة من سلسلة أحاديثنا عن أعلام من العراق، عن علم بارز من أعلام العراق المحدثين، ذلك هو العلامة الدكتور مصطفى جواد، وهو يستحق بكل تأكيد أن نقف عند سيرته العلمية بل والشخصية وقفة توضح ميزات هذا الرجل ومواهبه. وسبب اختيارنا لهذا العلم ليس لأنه كان عالماً متخصصاً في دراسات عدة فحسب، وإنما لشخصه أيضاً، لنفعه القطاع الأكبر من الناس. لم يكن عالماً يعني يقوم بأبحاثه في برج عاجي كما يقال، ولكنه كان عالماً استطاع أن يوصل معلومته الصحيحة إلى أوسع الجماهير، إلى كل المشاهدين له في التلفزيون وفي الإذاعة وفي الصحف. كان مصطفى جواد رجلاً يعني محبوباً، استطاع أن يحبب الثقافة والعلم إلى الجمهور الواسع من مشاهديه ومستمعيه وقارئيه. لذلك اخترنا أن نتكلم عنه، والحقيقة حلقة واحدة وحديث واحد لا يكفي لأن نوفي هذا الرجل العملاق شأنه وحقه، ولكننا نود أن نلقي هنا بعض الأضواء على المراحل الأساسية في سيرته. مصطفى بن جواد كان هو من أصله من عائلة من حدرة من منطقة الخالص التي كانت تعرف في عهده بديلتاوة، ويعرفها أبناء الجيل السابق بهذا الاسم. كان أبوه خياطا في سوق البزازين، كان خياطا ماهرا معروفا في سوق البزازين، ودرس هو في المدارس في الكتاتيب ثم في المدارس الابتدائية، ودخل المراحل الدراسية، درس في المدرسة الجعفرية، وبدأت نباهته تبرز في أثناء هذه المرحلة. لقي تشجيعا من أخيه الذي يبدو أنه كان يعني أديبا أو متأدبا، وكان أخوه هذا يشجعه على العناية بدراسة اللغة، حتى أنه أعطاه يوما معجما لغويا عربيا وقال له احفظ هذا المعجم، فحفظه مصطفى جواد. تصور أن يعني صبيا صغيرا يحفظ معجما كاملا من معاجم اللغة إلى حد أنه يعني يستظهره على ظهر قلبه. كان لأخيه كاظم بن جواد الدور الأول في تشجيعه على العلم، ثم واصل دراسته مرحلة بعد أخرى حتى دخل دار المعلمين العالية، يعني كلية التربية كما سميت فيما بعد. وبدأت مواهبه تبرز تباعا، لا سيما في مجال نقد الشعر، نقد النص الأدبي، وهو يعني فن دقيق من فنون الأدب. وعين بعد تخرجه مدرسا في عدد من الألوية كما كانت تسمى أو المحافظة، في الكاظمية، في الناصرية، في البصرة، في ديالى. كان ينقل من مكان إلى آخر بحسب التقاليد التي كانت يعني تمضي عليها وزارة المعارف أو التربية، ويعني يدرس ها هنا وها هناك. ثم درس في المدرسة المأمونية في بغداد، وكانت المدرسة المأمونية المدرسة النموذجية الأولى في العاصمة العراقية، وصار وجوده في هذه المدرسة سببا في التقائه بعدد من
العلماء ومن المفكرين ومن المثقفين العراقيين في بغداد، كان أبرزهم الأب أنستاس مار الكرملي. كان هذا راهبا يقيم في دير الآباء الكرمليين الذي يقابل جامع الخلفاء، يعني يفصل بينه وبين جامع الخلفاء شارع الخلفاء الحالي. وكان هذا الراهب معنيا بدراسة اللغة العربية والمعالم والخطط وأشياء في من التاريخ، فوجد مصطفى جواد طريقه إلى مجلس هذا الراهب العالم الذي كان يعقد في كل يوم في صباح كل يوم جمعة، وأخذ يحتك من خلال هذا المجلس بأعلام كبار أمثال عباس العزاوي ويعقوب سركيس وغيرهما من المعنيين بالتراث العربي والإسلامي. وكان الراهب أنستاس الكرملي يشجعه على المضي في بحوثه، بل أنه فتح له باب مجلته الشهيرة لغة العرب لكي ينشر فيها ما يجود به قلمه. وفعلا أخذ مصطفى جواد يكتب يعني في باب التصحيحات اللغوية، كان معنيا بقضية تصحيح الألفاظ يعني أو تصحيح الأخطاء الشائعة على ألسن الكتاب، و يعني وذكر الصواب ونبذ اللفظ العامي أو اللفظ الفصيح ولكن لا يستخدم في موضعه الصحيح. فأخذ يكتب ركنا أو يعني مبحثا في بعض أعداد هذه المجلة، ثم شرع يكتب مباحث أكثر عمقا في التراث، يعني في رصد بعض المعالم الأثرية وغير ذلك. وأيضا بدأ يكتب أو ينشر بعض شعره، وكان الرجل فعلا شاعرا، ولكن هو شعر العلماء، يعني شعر ربما يعني شعر العلماء هو الشعر الذي يعني يعبر عن الحقيقة ولكن لا يعبر عن العاطفة تعبيرا تاما يعني. فبدأ ينشر أيضا شعره، وكان شعره جميلا ومقروءا. وهكذا دخل مصطفى جواد في يعني في معترك الحياة الأدبية من خلال هذه المجلة ومن خلال نشره في مجلات أخرى في العراق وفي خارجه، بل أن نباهته ويعني وشهرته التي بدأت تتعاظم ربما كان سببا، وذكاؤه أيضا سببا لكي يلحق ببعثة دراسية خارج العراق، فأوفد في بعثة إلى القاهرة ليدرس البكالوريوس هناك. وفي القاهرة تعلم الفرنسية، وكان الأصول في ذلك الوقت أن يمضي الطالب سنة لتعلم لغة البلد الذي يقصده، فتعلم الفرنسية أو شيئا منها في مصر، ثم وأخذ البكالوريوس مرة أخرى، يعني ودرس أول مرة في دار المعلمين العالية وأخذ البكالوريوس، ثم أخذ بكالوريوس أو ليسانس آخر في مصر، ثم سافر إلى فرنسا ليدرس الدكتوراه. في فرنسا حقيقة يعني سيرته جديرة بأن يضعها الباحثون أو الطلبة أمام أعينهم وهم يسافرون إلى البلدان الأجنبية. لم يضيع وقت دقيقة واحدة من وقته في فرنسا، كان كل وقته ينفقه بحساب في دار الكتب الوطنية في باريس. تعلم الفرنسية بسرعة إلى حد الإتقان، إلى حد أنه كان يستطيع الترجمة من الفرنسية إلى العربية والعكس بسهولة. ثم وجد طريقه إلى دار الكتب الوطنية، وهي من أشهر طبعا دور الكتب في العالم، في احتوائها على رصيد ضخم من المخطوطات العربية، وكان يقضي وقته كله
في هذه المكتبة منذ أن يعني تفتح المكتبة أبوابها وإلى أن تغلق أبوابها هو قابع في ركن منها يستعير المخطوطات النادرة والنفيسة ويقوم بنسخها بخطه في دفاتر كبيرة يصحبها معه، حتى كتب عشرات من الدفاتر الضخمة يعني كسجلات الحسابات التي يعني المعروفة يملأها من نقولاته من هذه المخطوطات. لم يكن في ذلك العصر أي وسيلة أخرى، يعني لا استنساخ كما نفعل اليوم ولا تصوير ولا غير ذلك، كان ينسخ بخطه الجميل العشرات من الكتب التي أفادته فيما بعد في تحقيقه لعيون التراث العربي الإسلامي، وأعد رسالة عنوانها خلافة أو الدولة العباسية في خلافة الناصر لدين الله، وكان معجبا بهذا الخليفة العباسي الناصر لدين الله، ولكن شاءت الظروف أن تنشب الحرب العالمية الثانية ولم يستطع أن يناقش طبعا هذه الرسالة لأن فرنسا كانت قد دخلت الحرب وعاد إلى بلده إلى العراق ليتولى يعني وظائف تنسجم مع خبراته ومع ما حصل عليه من علم. عمل ملاحظا فنيا في مديرية الآثار العامة، وتلك وظيفة دقيقة يعني وظيفة علمية كما نقول، في وكانت مديرية الآثار تابعة لوزارة المعارف، وعين أيضا مدرسا في المدرسة المتوسطة الشرقية في بغداد، و يعني تعرف من خلال وجوده في بغداد على الكثير من الباحثين والعلماء، وكان دوره مشجعا لطلبته على الدرس، وثم عين مديرا أو رئيسا لمعهد الدراسات الإسلامية الذي افتتح آنذاك في ستينات القرن الماضي، ولبث رئيسا له وأستاذا في كلية التربية حتى وفاته رحمه الله في كانون الثاني من عام 1969. وأذكر أن تشيعا ضخما لم يؤلف لعالم أكاديمي مثله جرى له في ذلك اليوم، وشيع بحزن بالغ. كشف هذا التشيع عن أن مصطفى جواد كان يحظى باحترام أكثر بكثير وبشعبية أكثر بكثير من الدائرة الضيقة التي تكون عادة من طلبة الأستاذ، يعني المعجبون بفضله كانوا يتجاوزون طلبته وزملائه إلى جمهور عريض. حضر هذه الجنازة الكثيرون، ويعني وحقيقة كان رحيله مؤلما وتأسف لفقدانه الكثير. مصطفى جواد لم يكن إنسانا يعني عاديا تخصص في ضرب من العلم ومضى، وإنما كان إنسانا تميز بإضفاء جو من الحبور والمحبة، يعني كان شخصية محببة، وكان كثير من الناس يتندرون بأقواله التي كان يعني يصحح بها أخطاء الشائعة في زمانه من خلال برنامج محبب كان الناس ينتظرونه عنوانه قل ولا تقل، أي قل الصحيح وانبذ الخطأ الشائع، كان بعض الناس يتندرون بهذا، ومع أنهم كانوا يتابعون البرنامج وكان يسمع هذا التندر ويضحك يشاركهم المرح في ذلك، يعني كان الرجل حقيقة حليما ومرحا ومحبوبا. لم يعني
لم يتردد قط في أن يجيب على أي سؤال حتى عن طريق التليفون. في كل وقت هو كان يعني يستأنس برأيه في مسألة لغوية أو تاريخية، وهو يجيب بكل راحة وبكل اطمئنان، يعني لا يعطي الموضوع حقه تماما قبل أن يغلق سماعة التليفون. كان عالما شعبيا، يعني أنا أذكر طبعا وكثيرون يذكرون أن مصطفى جواد كان يتابع من خلال شاشة التلفزيون، وحبب التاريخ وحبب اللغة لكثيرين من متابعيه، حتى أعرف أن بعض المتابعين تخصص في دراسة التاريخ أو في اللغة العربية حبا بالرجل، يعني هذا الرجل كان مشجعا حتى في سلوكه على يعني مشجعا على الأخذ بأسباب العلم. ومع ذلك يعني كان الرجل باحثا محققا جادا، يعني مع هذا الطابع المرح الذي يعني الذي عرف عنه، كان باحثا جادا تماما، يعني حقق مجموعة من الكتب التراثية الصعبة، بحيث كانت طريقته في التحقيق مدرسة قائمة بذاتها. كان يدرس مادة تحقيق المخطوطات في معهد الدراسات الإسلامية الذي رأسه، ومحاضراته جمعت فيما بعد فأصبحت كتابا كاملا في فنون التحقيق. هذا الرجل كان مدرسة، يعني لم يكن ظنينا بشيء يعرفه، علم طلبته وأجيال علمها الاهتمام بالنص المخطوط وكيفية التعامل معه، وحقق حقيقة أعمال ضخمة، يعني من كتبه التي حققها وهو ما زال شابا معلما في المدرسة المأمونية الابتدائية، معلم لكنه حقق كتاب الحوادث الذي نسبه إلى المؤرخ العراقي الشهير عبد الرزاق ابن الفوطي. وهذه النسبة حقيقة جارى فيها عالم معاصر له وهو يعقوب سركيس، فنسبه إلى عبد الرزاق الفوطي، ثم حقق كتابا آخر لعبد الرزاق الفوطي وهو تلخيص مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب، وهذا فعلا لابن الفوطي، عثر عليه في دار الكتب الظاهرية بدمشق فعلا، وقارن بين هذا وذاك فاكتشف بأن كتاب الحوادث الذي سبق أن نشره ونسبه في عام 34 ونسبه إلى ابن الفوطي هو ليس لابن الفوطي، فلم يجد حرجا قط في أن يذكر في كل مناسبة كتاب الحوادث الذي نسبناه خطأ إلى ابن الفوطي. ملك من الجرأة الأدبية بأن اعترف بهذا الخطأ دون يعني أي مواربة. ألف مصطفى جواد كتبا مهمة فضلا عن تحقيقه النصوص، سيدات البلاط العباسي، كتب مئات من البحوث التي جمع بعضها بعد وفاته فشكلت مجلدا ضخما عنوين باسم في التراث العربي. الرجل أيضا يحسب له أنه كان معنيا بخطط بغداد، حتى يمكننا القول بأنه هو الواضع الأول لقواعد هذا العلم. ما هذا العلم خطط بغداد؟ أن يتعرف على المواقع القديمة الداثرة عن طريق المعالم الشاخصة الباقية، يعني بالاستعانة بالنصوص التراثية وبدراسة الأشياء كثيرة. هذا الرجل حقيقة كان رائدا في مجال علم خطط بغداد، وألف كتابا مهما مع الدكتور أحمد سوسة عن خطط بغداد القديمة. يعني كان مصطفى جواد علما حقيقيا من أعلام العراق، فرحمه الله، وقد ذكرنا أنه توفي في عام 1969. وإلى حديث آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.